22 دقيقة رجعنا بمع... يا معذبتني بزينك الهدي جويني ومحمد منيري غني أنا قلبي مساكن شعبية، ومع الغنية هذية يدخل سي حسام الدين الهمامي. صباح النور حسام. صباح النور اللي قلبه زاد كيف مساكن شعبية. حبيتش نقولها أنا والله، كنت مش نقولها شديد فران هكا. نعم أنا اللي قلتها، أنا ما يسألش بيه واحد قلبه مساكن شعبية. شخص نسكل الأجواء في الأحياء الشعبية أجواء خاصة جدا معناها، واللي تلقاه معناتها يتكلم برشا ويتحرك برشا ديما يبدأ قلبه به. بكري ألفة عملت دياجنوستيك لقات الحسامات اللي نعرفوهم الكل اللي يتكلموا ياسر ويتحركوا ياسر. على كل احنا هنا باش نستناو الحسامات في الكومنتير، كان فما حسام عاقل وسكوتي مش كيفنا احنا مسيرش نجمو نخرجوه من الرابطة بتاع الحسامات الموجودين. جبدناها على زميلنا حسام حمد اللي نحيوه، وحسام دين همامي زاد زميلنا. ولا ماذا بيه المقارنات ما تعملهمش. ليه قلنا أي واحد اسمه حسام عنده هكا طاقة في ما شاء الله بالطبيعة مش كل كيف في الحركة والكلام و وأنشطة أخرى. ماذا بين الكلام برشا زاد اللي عملوه برشا حسامات ما يكونش. باهي يا سيدي، أنت كلام شوية ولا برشا ساعة؟ نحاول يكون كلام في بلاس وحاول قدر الإمكان. نحن مش نحاولوا معاك نعملوا زابينج في اللي تقال، في اللي تنشر، في اللي تبارتاجا، وفي اللي صرحوا به زادة بعض المسؤولين، وفي آخر الأخبار في بلادنا في زابينج. زابينج. نبداو بالزابينج. صباح النور مره اخرى نبيله، باش نحكي على الاخبار الايجابيه. نبداو بالايجابي. نبداو جماعه منوبه اللي هي اول جماعه رياده الاعمال في افريقيا الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هذا الاعتماد اللي اخذته من المركز البريطاني لرياده الاعمال في التعليم والاقتصاد. علاش به التتويج هذا؟ لانه باش يعطيها اكثر مصداقيه كجامعه مبتكره ومبدعه ورائده، وباش تحل برشا فرص للباحثين للتعاون والمشاركه والدعم بكل الانواع نتاعو. حاجه مهمه في الوقت هذا اللي فما منافسه كبيره ياسر من الجامعات، وبالاخص نحكيو على جامعات منطقه الميناء اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. عندهم دعم مالي لا محدود. اطلب باش تحب جامعه احنا نوفره لك. معناتها انت تونس توصل تلقى جامعه عموميه تنافسهم، هذا راهو مش هين ومش شوي. مبروك ماله الجامعه المنار والتعليم العالي في جامعة تونس. جامعه منوبه فات جامعه منوبه والتعليم العالي في تونس. جامعه منوبه تقعد في اسم. ليه انا مركزه مع المنار، لانه من بعد مش ناخذوا دكتور بعد مسيره طويله وكفاح طويل، درس بالحق في الاصرار 75 سنه وخذ شهاده الدكتوراه بملاحظه مشرف جدا ان شاء الله. اي بالحق معناها ما شاء الله، تحيه كبيره ليه. فكعليش في مخي جامعه المنار مش ناخذوهم بعد الميتين وان شاء الله. عرفتك الناس اللي صح عليهم القول الشعبي القلب ما يموتش. جمله ناس انسان عنده عزيمه عنده هدف يعيش عليه. خاطر لو شفت انت باش تبدا، حتى كان عندك شويه مشاكل في حياتك، حتى شويه مشاكل صحيه، حتى العمر، حتى كذا، شفت كيبدا عندك راسم اهداف لروحك، تقول مثلا انا في 70 لازم نعمل دكتوراه، بعد 70 لازمني نرجع نقرا نعمل فورماسيون واحده اخرى، بعد نحب نتعلم لغه اخرى، نحب نكمل نعمل الكتاب، نحب نعمل درشي. شفت الاهداف اللي تعملهم لحياتك يعطيهم معنى. عندك علاش تقوم الصباح؟ مثلا تقوم الصباح مش نعمل هك، نص نهار باش نعمل هك. انا نحبهم ياسر العبيد اللي يكبشوا في حلمتهم، عرفتك اللي تيح وتقوم تتعثر وتكمل وديما تكمل. ماهوش ساهل بالكل. السيد مندوز يجي مندوز للعاصمه روتريتي كان يقري، ثم بعد نعرفوا حكيت استاذ تربيه مدنيه، من بعد لخرج تقاعد قعدت في قلبه الدكتوراه خذاها وملاحظات مشرف جدا. هو بين قوسين نسمع مره في محاضره لهادي تيمون. التيموم يحكي على الدكتور هادي تيموم كبير ياسر معناتها في حكي على الطلبه نتاع العلم، قال انا نقول لهم براو المكتبه الوطنيه اللي هي موجوده قال 200 متر معناتها من منين يقرب، يقولوا له بعيده وصف ونقعد نستنى وكذا. قال لهم ابن خلدون كان يجي 800 كيلومتر من الجزائر لتونس، خاطر وقت كان هارب من تونس باش يثبت في مرجع من المراجع باش يتاكد باش يكتب المقدمه نتاعو. وانتوما على 200 متر 200 متر وبحد الواحد ما تمشيوش، قال شنو فما صف وسخانه وما نستناوش وكذا وبرشا وقت. طلب العلم راهو مش ساهل كما كان السيد اللي قال لك الجنه مش سهله، راهو كيف طلب العلم راهو مش سهل. نواصلوا في الاخبار الايجابيه نبيله. نحكي المره هذا على احتيادي الذهب للبنك المركزي اللي وصل الى 6.8 طن مع موفى 2023 موفى ديسمبر 2023 بزياده 13.5% على عام ناول. هذا حسب القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات اللي نشرها البنك المركزي البارح. احتياطي الذهب للي ما يعرفش هو الذهب اللي يحتفظ به البنك المركزي كل بلاد كمستودع للقيمة وكضمان لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية. ساعات في بعض الحالات الاكستريم على الاخر يتم به المعاملات المالية، مثلا تشري به حاجة مثلا غالية ولا كذا، أما راهو جينيرالمون يقعد كما الجارنت. مثلا انت باش تعرف القيمه نتاع العمله نتاعك والقيمه القدره على السداد، يقول لك قداش عندك احتياطي في البنك سنترال الريزيرف اللي عندنا.
الريزيرف هذاك يخلي العباد معناتها تكون عندها فيك اكثر اللي هو ضمان في الاخر معناه شو اسمه هو ضمان اكثر منه حاجه اخرى. ما كل ما يكون الضمان اكبر كل ما تكون اكثر زاده كيف كيف. لهنا نعاود نرجع احاله على البنوك المركزيه كانت موجوده في كل عائله قبل، كانت المراه تشري ذهب وتخبي تشري ذهب وتخبي أي لانه قيمته ما تيحش. اي نعم باش وقت الازمات يخرجوا كذهب وليد باش يعرس تخرج طرف ذهب وتبيعه في وقت ازمه او مرض وان شاء الله بعد علينا الحكايه هذوما الكل كيف كيف تخرج طرف ذهب وتبيعه. هذا الكل كنا نخمو العائلات كانت تخمم بعقليه البنوك المركزيه اما المحليه. اما تو شكون يقدر يشري ذهب مش يخبيه؟ صعبه الحكايه صحيح صعبت على الاخر. ما هو روى عالميه الحكايه لانهم فيها اوفر ديموند والحكايه هذوك. نمشي تو للتجديد. التجديد المره هذه جينا من البوسطه نحكيو على البريد التونسي واللي بين قوسين يشكل الاستثناء تقريبا في الادارات التونسيه. علاش؟ لانه ديما التجديد يصير من عنده بالرغم انه هما الولا في المرابيح هما الولا في انهم يدخلوا الحاجات الجديده مثلا والافكار الجديده هم الولا بالطبيعه. والمره هذه مع فتح مجموعه من المكاتب البريد بالمناطق السياحيه في مرحله اولى باش يبداوا معناتها بشوي بشوي بالمناطق السياحيه وبعد بعض المناطق اللي فيها اكثر ضغط باش يحلوا فيها بوستات. نحكي لهنا على حومه السوق جربة مثلا باش تحل من 5:30 ل 8 ياسمين الحمامات المريزقه وقليبيا باش يحلوا من 6 حتى ل 9 المستير من 5:30 ل 8:30 التبرقه باش تكون من 5 ل 9 حمام سوسه الشط والقنطاوي باش تكون من 5 ل 9 المهديه المنطقه السياحيه والقصرين السيلوم عندهم كيف كيف زاد نفس التوقيت من 5 حتى ل 9 هذه باش تسهل برشا المعاملات على المواطنين وبالاخص نحكيو على السياح ونحكيو على المواطنين التوانسه اللي يقيموا بالخارج اللي ممكن عندهم استانس وحتى اللي باش يصرف ولا باش يخرج يسهر ولا كذا يمشي يجب بطرف فلوس كما يستانسوا البارا باش يلقاو ان شاء الله موجوده الحكايه في تونس. انا مع هذا نطالب بحاجه اخرى اللي هي وفر لنا ليزات ايام في كل بلاصه. الديستريبيتور راهو عندنا مونك كبير ياسر وبالاخص في البوس راهو البوسة تقريبا عندها اكبر ريزون تاع معناتها تاع كليونات الموجوده في تونس وكليوناتها راهو مش معناتها الناس اللي عندهم دفتر الادخار والحساب الجاري وكذا لا حتى المتقاعدين خاصه المتقاعدين برشا من المتقاعدين في البوسة ومن الاول المتقاعدين هذوك كان عندهم ما يتعاملوش برشا مع ليزات ايام وما يحبوش. مي تو بدات تتبدل شويه المونتاليتي والاكثريه يمشيوا للاتي ام باش يجدوا فلذا وفروا في كل بلاصه لانه ساعات فما تلقى صف على الاتي ام اكثر من الصف الموجود في البوسة. واخي بحاجه كي توصل ما عادش في فلوس توصل يقول لك اسف لم تنجح العمليه. اي تصير الحكايه معناتها هنا نحاولوا كما تعمل تعسير نتاع الحاجات كيما هكا ما زالش توفر ليزات ايام. نعرف مسيره الحكايه نجم نتكلم هكا راهو مش مربوطه بامكانيات وكل شيء امكانيات ولوجيستيك وزاد كيف تحط في بلاصه زاد تكون امنه وبرشا حاجات ان شاء الله تكون تتصلح. وراهو كي تعمل حاجه باهيه راهو الاداره اللي تخدم خدمه باهيه نحكيو عليها. تحيه البريد التونسي على فكره حتى في مطار تونس قرطاج وقت اللي يتسكروا البنوك الكل ما تلقى حتى الشباك نتاع حتى بانكا تلقى البريد التونسي يخدم 24 ساعه على روحه. يخدم يعني حتى في الجرون سيرفاس هذا كيف كيف يخدم معناتها فما عديد اللي يقعدوا يسهروا شويه في الليل وهذه كما قلت نتمناوها تكون موجوده في الكل معناتها مش فقط البوسه كهو كما قلت راهو كل اداره تخدم خدمه باهيه نحكيوا عليه. نهار تسحق الاداره نهار هذه البوسه او غيرها تخدم حاجه خايبه راهو من دورنا باش نحكيوا على الحاجه الخايبه هذيك. بيك في حديثنا على الادارات نحكي المره هذه على صوره عملت بوليميكا لما وقع التواصل الاجتماعي. المواطن واقف في الشمس قدام شباك والشباك هو شباك كبيره برشا كلمه شباك لانه هو فله تدخل يدك هو باش تجبد الورقه وترجع. نحكيوا لهنا على الاداره الجهويه للنقل ببن عروس تخدم موظف بركه بشباك بركه والشباك هذاك مشبك ونديريه لطفي ربي بعد علينا الحكايه عباره فك زيارات السجنيه وقاعد تحكي انت المواطنين يقعدوا يستناو في الشمس ويبدا يعيط لهم اللي كمل المواطن يقول ما يبرمش انت يبدا هو واقف في الشمس تلقاهم باش ياخذ تذكره باش ياخذ هما اوراق اللي هي تابعه للاداره الجهويه نتاع النقل معناتها يقول له برا انا كملت برا امشي انت يخرج من الظل وسافوار وين فين قاعد معناتها 100 متر بعيد على الواحد باش ما يقعدش تشد الصف. ارحموا المواطنين وفروا موظفين ولا نظموا اموركم ولا تصرفوا لانه هذه طريقه لا انسانيه وبالاخص راهي الاداره في خدمه المواطن. صحيح فما برشا تجاوزات وهذا راهو نعرفوه ونعينوه ونشوفوه العينين لان المواطن ساعات يتعامل مع موظف كانه يخدم عنده معناتها كانه يخدم عنده بالمنطق الشعبي مش بالمنطق الاداري اللي هو تقول عامل عليه مزيه معناها يعطيك الصح ولا هذيك تقول عامل عليه مزيه وهذه راهي ما تجيش معناتها لانه ساعات الموظف راهو مثلا كي نجي يبدا يحكي معايا منرفز معناتها مش بشرتي راهو انا بركه معناتها تحكي معايا راهو ديجا حاكي مع 30 واحد قبليا وفاهم الحكايه معاه بتربي فاهم الحكايه معاه بقله تربي فاهم الحكايه معاه بتعالي فما كل واحد كيفاش عادي انك باش تلقاه معناتها الموظف عنده شويه على اعصابه اما راهي هذه خدمتك في ميثاق الموظف انك انت توسع بالك مع المواطنين وتتعامل معاهم بالطريقه المثلى. نتمنى ونعاود نقول هذه الاداره الجهويه للنقل بن عروس راهو الشيء هذا عيب وما يجيش.
وانا شفنا الصوره اللي تبع فينا على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام. ان شاء الله به نمشي لحاجه اخرى المره هذه صاير اللي هي الايام الدوليه لتراث الطبخ بتونس. حاجه مزينه برشا قاعده تصير والحين نحب ناكد حاجه ممكن تختص بها تونس. فما ثوره للطبيخه في تونس، ثوره كبيره ياسر بمعنى الايجابي، لانه المطبخ التونسي مطبخ متنوع ومعروف، وتو فما نوع نتاع السياحه اللي هي السياحه الغذائيه. الناس تجي لتونس باش تكتشف اللبلبي، باش تكتشف الكفتاجي، تكتشف الفريكاسي، ولانه بعض البلدان قاعدين ينسبوا في لرواحهم في الحكايه هذه. لا علينا به، مش هذا الموضوع نتاعنا، اما الطباخه بداوا يعملوا في ثوره كبيره ياسر، وبدات فما برشا بروجيات بالاخص مع السوشيال ميديا بدات تكثر حكايه حتى ستريت فود، وحكايه الماكله نتاع الجهات، حكايه الماكله الصحيه هذا. حتى الشباب برشا من الشباب ولاو يستثمروا في الموضوع هذايا. وتبارح مشيت للمدينه العربي، فما شاب عامل هكا كوان صغير، فقال الاكله في الاصل مكسيكيه، وانا شفتها في امريكا ستيل ستريت فود، ما عنده محل، ماهوش يدور، ماهوش متجول، اكله سريعه في كوان صغيره في شوارع المدينه العربي. قاعد يعمل في حاجه ياسر بنينه، ياسر مزيانه، ماهيش موجوده برشا، ماهيش تونسيه، لكن دخل عليها التوش التونسي. انا رافي حكيت انه تونسيه ولا ماهيش تونسيه، راني معناتها منفتح برشا بالخص الماكله والحكايه هذيا، خاطر انت تجيب ماكله راه باش تتونس، تو تار باش تتونس. ليه قال هو قال حطيت لها التوش نتاعنا نحن، يعني كرشها المعدنوس وشويه بصل وزينها، اي حرحرها شويه، الهريسه بالطبيعه ديما حاضره، ماني عمل حاجه مزينه. هو صغير في العمر، الاكله اصلا مكسيكيه، مشى شافها في امريكا في زياره لي سريعه، كرجع عملها في تونس، وقاعده تمشي الامور وخدمته ماشيه، ويوسع باله ويعمل فيها بكيف، معناها محلاه محلاه. نحاول كل واحد يخدم في خدمه بكيف، ان شاء الله ربي باش يبارك له. نحط لكم الفيديو مش تشوفوا معناها. خلينا نتفاعل بيدك الصحه، خلينا نتفاعل مع الناس. واي واحد رخصل لي، راه ساعات نبدا نسمع الناس تحكي على الاكلات نتاع الجهاد، راهو يحكيوا برشا حب على الاكله، لانه عباره قاعد تضرب على الدرب نتاعك نتاع الولايه نتاعك. اسمع الكوجينه فن، راهو الكوجينه فن، بالاخص في تونس، انه كل جهه ساعات تلقاهم نفس البلاصه، نفس الولايه، نفس المنطقه، نفس المعتمديه، ما تلقاهم ماهمش يطيبوا كيف كيف، وكل وحده والطريقه نتاعها، وكل وحده والبنه نتاعها، وهذا ممكن الخاصيه من الخاصيات نتاع التوانسه. المره هذه باش نحكي على حاجه اخرى، انا مش باش نحكي على الطبخ، حكينا كل شيء على الطبخ ونختموا بها لانه صبحي سنفينا. مثال جانب باش نحكوا على مشاركه فلسطينيه في الايام الدوليه للتراث، خطفت الاضواء من الناس الكل، علاش؟ اسمعوها شنو هي تحكي، واسمع كالقوه وكالايمان اللي موجود في صوتها. بالنسبة للعالم أن فلسطين حاضرة رغم الحزن، رغم الشهداء، رغم أطفالنا اللي عم بتموت، إحنا حاضرين ومتضامنين مع شعبنا الفلسطيني اللي هو جيعان، اللي هو مش ملاقي أكل. إحنا عملنا أكل عشان إحنا شعب الجبارين، الألم والحزن ساكن فينا صح، وإحنا دائما حزنانين ودائما على الشكر، ولكن حاضرين، المرأة الفلسطينية دائما حاضرة بكل المحافل الدولية والعربية، واليوم احنا مشاركين في تونس الحبيبة اللي هي شقيقة فلسطين، وهي بلدنا الثانية، وهي حبيبتنا. احنا بنقول مشاركين عشان شعب فلسطين، عشان الشعب التونسي يشوف اكلنا ويذوق اكلنا، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح لجميع الجناحات. شفت كيف القوة؟ شيء قشعر البدن في اليوم رقم 272 من الاحتلال، من التنكيل، من الاباده الجماعيه، من الظلم اللي قاعد يصير عليهم. يحبوا يقتلوا فيهم روح الحياه، هم مازالوا يغنيوا، مازالوا يشتحوا، مازالوا يطيبوا، مازالوا يعيشوا، مازالوا يجيبوا، مازالوا باش يدافعوا على ارضهم. هذا هو قوه الفلسطينيين. مسيش نتعدوا المتيو، من طولت عليك نبيله سامحني. لا لا سماح، ما طولتش عليا، الحديث معاك ما احلى، لكن خلينا سي صبحي بن احمد يستنى فينا. سي صبحي صباح النور، نهارك اسعد.